ابتداء إذا أردنا نتحدث عن مشاركة المرأة في العمل السياسي، هذا عمل متشعب وتدخل فيه عوامل كثيرة، وأكيد أن العمل الاقتصادي أحد العوامل المهمة، لأنه المرأة عندما تريد أن تكون نشيطة حزبيا وهذا يعني يستلزم منها المشاركة في فعاليات مختلفة، فإذا لم تكن قادرة اقتصاديا لن تستطيع يعني، أو هناك من يدعمها لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور. فمئة بالمئة أن العمل الاقتصادي عمل مهم، لكن لا نستطيع أن نغفل أن هناك يعني عوامل كثيرة، بدءا بالعوامل الاجتماعية الموجودة في المجتمع الأردني. إحنا يعني مجتمع بطبيعته مجتمع عشائري، إلى فترة قريبة كان هناك نظرة معينة للمرأة وخروجها للعمل الاجتماعي والعمل خارج منزلها، لكن أنا بدي أقول أكد أنه في المرحلة في العشر سنوات الأخيرة كان في أنه تغيير صراحة كبير في المجتمع الأردني، بدليل إذا نظرت إلى عمل المرأة المجتمعي عبر منظمات المجتمع المدني تجد أن المرأة نشيطة جدا سواء في العمل الاجتماعي أو العمل الخيري، فالمرأة توجهت إلى هذا العمل ولم تتوجه بنفس الصورة للعمل السياسي الحزبي، مما يعني أنه العامل الاجتماعي أو التركيب الاجتماعي للمجتمع الأردني لم تعد هي فقط العامل الوحيد الذي يحكم هذا الأمر. فبالتالي يعني مع أهمية العامل الاقتصادي مع أهمية العامل الاجتماعي إلا أن هناك عوامل أخرى. من العوامل الأخرى اللي هي طبيعة المرأة، ويعني لا ترغب كثير من النساء بالعمل السياسي الحزبي، نعم. لهم متطلبات، لكن أليس هذا مرتبطا أيضا بالمجتمع يعني توجه المرأة من أين ينبع ذلك؟ يعني المرأة لا تجد نفسها مثلا في هذا العمل أو مقبلة عليه بشكل ما؟ هلا ربما أن المرأة مثلا هي كما قلت لك المرأة مثلا تفضل العمل الاجتماعي، تفضل العمل الخيري على العمل الحزبي لأسباب كثيرة. العمل الحزبي يحتاج منها لقضاء أوقات طويلة خارج منزلها، وإذا كانت عاملة وموظفة فكثير من النساء تفضل في هذا الوقت أن تقضي مع عائلتها وأسرتها على أن تقضي مثلا في العمل الحزبي. العمل الحزبي يحتاج إلى مستوى معين من الفكر والثقافي والسياسي والقراءة، ولا تجد هذا الجلد عند مجموعة كبيرة. ولا نستطيع أن نغفل أن هناك عاملا مهما أيضا ليس فقط يخص المرأة، يعني إذا نظرنا إلى العمل الحزبي أو السياسي في الأردن العمل كله فيه تعثر ليس فقط فيما يخص المرأة. العمل الحزبي السياسي ما زال متعثر في الأردن ولا يؤدي الدور المطلوب منه، ما زالت الأحزاب تعاني من مشاكل كثيرة سواء المشاكل الاقتصادية أو مشاكل التموين أو المشاكل الأمنية. إذا أردنا أن نكون صريحين هناك قبضة، يعني هناك يعني خلنا نقول القضية الأمنية قضية ملحة، فإذا كانت يعني إذا كان الرجل لا يتحمل هذه القضية فكيف تتحملها المرأة؟ فهذا ثمن تدفع أي امرأة للعمل الحزبي، يكفي أن تقف في المطار، يكفي أن تسأل، يكفي أن تمنى أحيانا فقط لممارستها أو لنشاطها الحزبي والسياسي الموجود. فهذا هذه العوامل كثير، هذه العوامل كلها تساهم في أنها أحيانا تقلل المشاركة التي نبتغيها للمرأة في العمل، نعم. السياسي مع أنه أنا أتفق مع الدكتور أنه كان في أنه نهضة بالفترة الأخيرة في العمل السياسي، وأنا على الأقل هذا مثلا على الأقل من خلال، نعم. الحزب اللي أنا موجودة فيه كان في نهضة كبيرة أنه تغير، نعم. فيها.